السلام عليكم متابعينا الأعزاء. سنة الحياة أن يساعد القوي فينا الضعيف، ونقدم يد العون لبعضنا البعض، لكن هذا الأمر لا يشمل بني جنسنا فحسب، بل حتى الحيوانات، إذ تمر هذه الأخيرة بأيام سيئة مثل البشر تماما، لكن الفرق هو أنها تحتاج مساعدتنا في كثير من الأحيان، وخصوصا عندما تكون في أمس الحاجة لذلك. في هذا الصدد سنعرض لكم اليوم مقاطع فيديو ستفطر قلبك، توثق طلب حيوانات للمساعدة من البشر، فابقوا معنا ولا تذهبوا لأي مكان يا أصدقاء. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. بعدما شب حريق في منزل هذه السيدة، انقطعت أنفاس قطها ليتوقف عن التنفس، لكن وكما تشاهدون في الفيديو، ملكة القط تتوسل لرجال الإطفاء كي يقوموا بأمر ما لإنقاذه. فبعد كل شيء هم يقومون بإنقاذ كل أنواع الحياة، وهذا ما نجحوا فيه بالطبع. كما أن ردة فعل السيدة بعد إنقاذ قطها تدل على أن بعض الناس لا يعتبرون الحيوانات مجرد مخلوقات حية فقط. تم تسميم هذا الكلب ليبدأ في توديع الحياة حرفيا، لكن ولحسن الحظ شاءت الأقدار أن يتواجد مصور الفيديو بالقرب منه ليتصل بالإسعاف ويتم إنقاذ الكلب في النهاية. والمثير للملاحظة هو قدوم كلب مشرد آخر، والذي يبدو عليه القلق والخوف على حالة صديقه بشكل واضح. لم يتوقع عمال البناء هؤلاء بأنهم سيعثرون على دب خلال قيامهم ببناء خط مجرير الصرف الصحي، وهنا يوجد احتمالين لا غير، أما أنهم قاموا بإنقاذ الدب أو هدموا مكان عيشه. في الأخير الحمد لله أن هذا الدب خرج بسلام وعاد للحياة. لسبب ما علقت هذه الطيور بين فجوات الخشب في السياج، ما يجعلها فرصة سهلة لحيوانات كثيرة. لكن ولحسن الحظ، هذا الرجل قام بإخراج الطيور واحدة تلو الأخرى. ليس واضحا كيف علق هذا الأيل الصغير وسط تيار الوادي الجارف، فكما تشاهدون لم يمتلك الحيوان الصغير أي طاقة للتحرك بعدما انتشله الرجل من المياه ووضعه على متن القارب. لكن الأمر لم يتوقف هنا، بحيث اعتنى به الرجل لأيام حتى استعاد قوته وعاد للغابة كي يلم شمله مع والدته. رغم خطر قدوم الأم في أي لحظة، قام هؤلاء الرجال بتحرير دب صغير من مصيدة علق فيها. تم ترك هذا الكلب لوحده كي يموت متجمدا، ولم يتوقع أن يحضر أي أحد لمساعدته، لكن وعلى ما يبدو ليس كل البشر سيئاً. من بين كل الحاضرين هنا، قرر هذا الرجل عدم الاكتراث لأي شيء، والقيام بالتصرف الصحيح رغم نسبة الخطر لإنقاذ ظبي صغير، وذلك بدل تصوير ما يحدث أو الوقوف في مكانه فقط، وبالطبع نجح في مهمته دون أي أضرار تذكر. بعد فيضان في تكساس، علقت 7 أحصنة في تيارات المياه الجارفة، لكن الناس هناك رفضوا ترك منازلهم حتى يقوموا بإنقاذها جميعا. ورغم صعوبة المهمة، إلا أنهم نجحوا في إنقاذها كلها. فقد هذا الكلب المسكين للأسف قائمتيه الخلفيتين بسبب وحشية بعض البشر، وبالطبع جعل هذا الأمر مهمة إنقاذه أكثر صعوبة. لكنه اكتشف في النهاية بأن البشر مختلفين وليسوا جميعا نفس الشيء. تم ترك هذا الدب الصغير ليفارق الحياة، وذلك وسط جدول مياه بعدما تم إطلاق النار عليه. ومثل ما تشاهدون، فريق الإنقاذ اضطر للقيام بعملية إنعاش مستعجلة لأنه توقف عن التنفس، وبالطبع نجحوا في النهاية في ذلك. فقد صغير الأيل هذا أمه وسط الفيضانات الجارفة، لكن وعلى ما يبدو حظي الآن بعائلة جديدة، ريثما يصبح قادرا على العيش في البرية لوحده مجددا. أما هذا الطائر فقد توجه نحو رجل الأمثل لطلب المساعدة منه، بحيث قام بتقديم المياه له وغسله لتبريد جسمه من الحر، بل قام بحمله معه وسط السيارة حتى يصل مكانا أفضل ويتركه ليحلق في السماء مجددا. تم ترك هذا الكلب لوحده قرب منزله بسبب الفيضانات،
لكن ورغم تخلي أصحابه عنه، قام هذا الرجل بتلبية نداء المساعدة وساعده لبلوغ بر النجاة. علق هذا العصفور الصغير بعدما التصقت أرجله بالعمود الحديدي المتجمد، لكن هذا الرجل قرر إنقاذه بحرارة يده وأنفاسه، لأنه السبيل الوحيد لتحريره دون أذيته. طلب صغير الدب هذا المساعدة من هذان الصيادان، لكن كان صغير الدب هذا أثقل مما يستطيع الصيادان وضعه وسط قاربهم الصغير، لكنهم تمكنوا من إيجاد حل مناسب في النهاية. هذا الطائر لحق السيدة وكلبها لمدة من الزمن، ليتضح في النهاية بأن ما يرغب به هو بعض من المياه فقط. أنثى الوطواط هذه فقدت حياتها بعدما صدمت بخيوط الكهرباء، لكن صغيرها الذي لم يترك حضنها ظل حيا، ولحسن حظه وجد من سيعتني به حتى يشد عوده ليعود إلى الطبيعة مجددا. أسد البحر هذا لا يعلم بأن مجموعة الناس حوله يحاولون إنقاذه، لكن ورغم دفاعه وصعوبة المهمة إلا أنهم نجحوا في تحريره. هذا الدولفين توجه نحو مجموعة من الغواصين وظل يحوم حولهم حتى فهموا بأنه يحتاج المساعدة لتحريره من سنارة صيد عالقة في زعنفته. رغم إنقاذ مصور الفيديو للقطة الصغيرة بعدما علقت أسفل السياج، إلا أنه اكتشف بأنها في حاجة للمساعدة أكثر، بحيث قامت القطة الأم بالنظر نحو الرجل كما لو أنها تطلب مساعدته لإنقاذ صغيرها، فما كان من الرجل سوى الاستجابة، بحيث أخذ القطة الصغيرة للطبيب البيطري ونجح في إنقاذها قبل فوات الأوان. أسد البحر هذا توجه نحو القارب طلبا للمساعدة بعدما اشتد به الألم الناتج عن شباك صيد العالقة حول عنقه والتي كادت أن تخنقه. الحمد لله أنهم تمكنوا من إنقاذه في النهاية. ومجددا مع طائر آخر كاد أن يغرق لولا تدخل قبطان هذه السفينة الذي أنقذه وقدم له الطعام ليلتقط له مقاطع فيديو وصور عديدة قبل أن يتركه في حال سبيله. سقط هذا الكلب وسط المياه المتجمدة ولم يستطع أي أحد مساعدته حتى قام هذا الرجل بالمخاطرة بحياته وتوجه نحو الكلب ليسحبه إلى بر النجاة دون تردد. لم يستطع صغير الدلفين هذا طلب المساعدة حتى، لكن هؤلاء الناس الذين تصادف وجودهم هناك قاموا بما عليهم القيام به وأنقذوه قبل لحظات قليلة من حدوث الأسوأ. نكون الآن قد وصلنا إلى النهاية، فما رأيكم بخصوص هذا الفيديو يا أصدقاء؟ وهل سبق وأنقذتم وقدمتم المساعدة لحيوان ما من ذي قبل؟ أخبرونا بأرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.